السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع بارت 3 في الـ VLANs Configuration. ده يعتبر البارت أو الجزء الأخير من الـ VLAN Configuration Lab اللي احنا شغالين عليه. طيب، بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل الـ Objectives بتاعة Challenging Lab 7 وكذلك الـ Challenging Test. هنلم بقى في الـ Challenging Test باقي الأسئلة الخاصة بالـ VLANs. طيب، مبدئيا هو طالب منك ان انت تكونفيجر الراوتنج اون ستيك والدوت مونكي انكابسوليشن على الراوتر، كذلك ان انت تسطب دي اتش تي بي بول لكل فيلان، وكذلك ان انت تستثني اول 10 اي بي هات لكل فيلان ديستريبيوشن. تمام. طيب، بس مبدئيا انا لحد النهارده انا ما كريتش فيلانز على السويتشات اللي قدامي دي. تمام. فانا هبدا اكريت الايه الفيلانز الاول. نبدا من عند سويتش 1. لو انا جيت عملت شو فيلان، شو فيلان، هلاقي ان انا عندي فيلان 1 وكل البورتس اسايند على فيلان 1. تمام. في بورتس مش موجوده، يعني ايثرنت 0 سلاش 1 ده مش موجود. تمام. 0 سلاش 3 مش موجود. ليه؟ لان هم ترنكات. تمام. بس انا مستغرب من حاجه، هو ليه ايثرنت 0 سلاش 0 اساين على فيلان 1؟ المفترض ده ترانك، شو انترفيس ترانك. 0 سلاش 0 مش داخل. طيب خلاص، يبقى انا هدخل 0 سلاش 0 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت ون كيو سويتش بورت مود ترانك. تمام. لان ده الترانكات ما بتخشش في المفترض بقى تستثنى من فيلان 1 اصلا. ممكن نعمل شو فيلان بريف بدل شو فيلان. تمام. بقى يظهر لي هنا فعلا 0 سلاش 0 اتشال من البورتس، لان المفترض كل البورتس اللي داخله دي باي ديفولت اصلا داخل على فيلان 1، وكل البورتس دي المفترض في وضعيه الاكسس. تمام. طيب، كلام جميل جدا. هبدا اكريت الفيلانز بتاعتي. فيلان 10 نيم اي تي، فيلان 20 نيم تقريبا سيلز، سيلز، فيلان 30 نيم بي ار، فيلان 40 نيم اتش ار، فيلان 50 نيم customer service ولا technical support. بص كده، customer service. تمام. وبعدين VLAN 60 name technical support. حلو قوي كده. طيب ارجع exit واعمل do show VLAN brief. ها ال VLANs عندي نزلت في ال VLAN table عندي. تمام. 10 IT، 20 سيلز، 30 بي ار، 40 اتش ار، 50 كاستمر سيرفيس تكنيكال سبورت. طيب، كلام جميل جدا. المفترض ان انا ادخل البورتس دي ايثرنت 1 سلاش 0 ادخله على فيلان 20، وايثرنت 1 سلاش 0 ادخله على فيلان 10 على سويتشات الاكسس. بس انا كريت السويتش الفيلانز منين؟ من سويتش الكور. هل انا كريتها على سويتش الاكسس؟ لا، الاجابه لا. ولكن ها اللي مذاكر يقول لي، مذاكر المحاضره اللي فاتت يقول لي يا باشمهندس انت عملت الفي تي بي، فالمفترض طبقا للبي تي بي المفترض الفي لانز تكون اتكابيرت على السويتشات الثانيه. طيب تعال نروح لسويتش 3. لو انا جيت عملت انيبل شو في لان بريف، فعلا السويتش البو الفي لانز اتكريتت على سويتش 3، والمفترض تكون اتكريتت على سويتش ايه، سويتش 2. لو جيت عملت شو في لان بريف هنا، اتكريتت فعلا برضو. تمام جدا. فعلى سويتش 3 وصل عليه 1 سلاش 0. تمام. المفترض وصل على جهاز الاي تي، فانا المفترض ادخل 1 سلاش 0 ده على فيلان 10. تمام. انترفيس ايثرنت 1 سلاش 0، وبعدين سويتش بورت مود اكس، وبعد كده سويتش بورت اكسس فيلان 10. حلو قوي كده. طيب لو جيت عملت دوشو فيلان بريف، خلي بالكم قبل ما ادوس انتر كان فيلان 10 مش موجود جنبه اي بورس، لان 1 سلاش 0 داخله في فيلان 1 باي ديفولت. دلوقتي انا دخلتها في فيلان 10، المفترض تنزل جنب فيلان 10 هنا. فتعال نبص كده، فعلا 1 سلاش 0 نزلت جنب ايه؟ جنب فيلان 10. تمام. كونف تي على سويتش 2 برضو 1 سلاش 0. في بعض الناس يقوم عامل ايه؟ سويتش بورت اكسس فيلان 10. تمام. لا، المفترض ده يخش على فيلان 20. دو شو فيلان بريف، ها هتقول لي تمام 1 سلاش 0 برضو دخل في فيلان 20، ايه لازمه السويتش بورت مود اكسس؟ لازمته قويه جدا يا جماعه، لان بمنتهى البساطه البورت ده لو هو ما عملتش السويتش بورت مود اكسس يظل في وضعيه الدايناميك ديزايربل، الوضعيه الديفولت بتاعته. تمام كده. طب كلام جميل. ولكن
انا دخلته في فيلان ايه، انا دخلته في فيلان 10 بس، فيلان 20، هل في مانع ان انا ممكن احول البورت ده للترنك؟ هل في مانع قدامي؟ يعني انا لو شلت الكيبل اللي رايح للسيلز رحت وصلته الى بي سي، والبي سي ده مثلا عليه كالي لينكس يعني هاكر، تمام، بواسطه تول على الكالي لينكس انا ممكن انيجوشيت مع البورت اللي قدامي واقنعه ان انا شغال انكابسوليشن دوت 1 كيو، يعني شغال كترانك بورت، ويقلب البورت ده لترانك، وبالتالي يقدر الهاكر ينقل نفسه من فيلان 20 اللي هو فيها، يحط نفسه مثلا في فيلان 30 او فيلان 40 او فيلان 50 وهكذا. وبالتالي لو انت جيت عملت اكسس كنترول قلت مثلا ان اللي في فيلان 20 ما يقدرش يخش على السيرفرات الموجوده في فيلان 10 اللي بتاعت الاي تي، الاكسس كنترول تصبح ملهاش لازمه. ليه؟ لان هو ممكن ينقل نفسه اصلا لفيلان 10، وبالتالي تصبح الاكسس كنترول اللي انت عملتها ملهاش اي لازمه، تمام. فلذلك ده لازمه ان انت تدخل سويتش بورت مود اكسس، تمام. فانا بالتالي هدخل سويتش بورت مود، بس قبل ما ادخل سويتش بورت مود اكسس ممكن اعمل دو شو انترفيس ايثرنت 0/0 سويتش بورت. اها، المفترض المفترض هو دلوقتي عندي الادمنستريتيف مود ستاتيك اكسس. لا ما ينفعش، المفترض يكون دايناميك اكسس، دايناميك ديزايربل. لو جيت عملت دوش وران هل كان في كونفيجريشن مسبقه ولا ايه؟ تصدقوا ده فعلا في كونفيجريشن مسبقه، تمام. هقول لكم ليه، لان السويتشات الاي او يو انا عامل الكونفيجريشن لحد محاضره السبانينج تري بروتوكول، فحتى في محاضره السبانينج تري بروتوكول هتلاقي الايه الكونفيجريشن معموله حتى بتاعت السبانينج تري والكلام ده كله. فانا عشان كده ده فايده ان انا حاطط لك ملف الكونفيجريشن الموجود في كل لاب، تمام. فالمفترض احنا شغالين في لاب 7، طبعا انا فاتح لاب 5 اللي انا كنت شغال معاك فيه من اول بارت، تمام. فانا هحط الكونفيجريشن بتاعت في لاب 7 اللي انت هتبدا منها، تمام. هطلع كده هنا، تمام، واخش على بارت كام، بارت كام، بارت 3. بعد كده لابس، ما تخشش على الفاينل، خش على اللاب 7، الفاينل ده الحل النهائي. خش على بروجكت فايلز وايوه تمام كده، وبعدين نفتح البروجكت مره ثانيه. طيب نعمل هنا تمام. طيب لو جيت على سويتش 2 مثلا، جيت عملت انيبل شو فيلان، الفيلان المفترض هي تكون كده كده موجوده. طب لو جيت عملت شو ران انتر كونف تي، لا مش كونف تي، طيب انا هنا كونف تي، طيب كونف تي ماشي، اوكي انا عليه اوريدي. دو شو ران انترفيس ايثرنت 1/0، تمام. سويتش بورت اكسس فيلان 10. طب لو جيت عملت دو شو انترفيس ايثرنت 0/0، لا 1/0 سويتش بورت، دايناميك ديزايربل ولكن هو ستاتيك اكسس. ليه؟ لان هو اسايند على فيلان 10، او اسايند على فيلان كام، هو المفترض 1/0 ده اسايند على فيلان، هو كاتب 10، لا هو المفترض على فيلان 20. سويتش بورت اكسس فيلان 20، تمام. دو شو ران، لا دو شو انترفيس ايثرنت 0/0 سويتش بورت، تمام. دايناميك ديزايربل، تمام. قلب نفسه، الاوبريشنال مود قلب نفسه للترنك، تمام. يعني حتى بصوا تلاقي الاوضاع هنا مش مستقره، تمام. فانا من الاخر كده سويتش بورت مود اكسس اهو، وبعد كده سويتش بورت اكسس فيلان 20. ده لازم بقى ان انا اخلي اعمل سويتش بورت مود اكسس، لان بصوا اما انا يعني اما انا رجعت الاعدادات الديفولت وعملت سويتش بورت اكسس فيلان 20، تمام، الاوبريشنال مود فجاه كده اتقلبت الترنك. الادمنستريتيف هو اعداداته ستاتيكلي ايه، هو دايناميك ده باي ديفولت، ولكن هو لقى نفسه ان من المناسب يشتغل كترنك، تمام. طيب دلوقتي لو جيت عملت نفس الامر مره ثانيه، وانا ده وانا ايه الكلام ده، وانا داخل ده 1/0 1/0 ستاتيك اكسس، ستاتيك اكسس، اوكي تمام. اكزيت. تعالوا بقى ايه، هنخش على سويتش 4.
enable switch 4 نعمل conf t برضو VLAN 10 name IT VLAN 20 name لا اهو ماشي name sales VLAN 30 name PR VLAN 40 name HR VLAN 50 name customer service VLAN 60 name technical support exit تمام exit وكان نعمل show VLAN brief اهو created تمام اروح السويتش 6 enable show VLAN ها كريتت فعلا برضو على سويتش 6 ونفس الكلام على سويتش 5 ده بقى عشان الفي تي بي طبعا برضو نفس الكلام حلو قوي كده طيب على سويتش 6 هدخل وانس لا زيرو كونف تي انترفيس كونف تي انترفيس ايثرنت وانس لا زيرو سويتش بورت مود برضو لو جيت عملت دو شو او لو جيت عملت ماشي سويتش بورت اكسس في لان مفترض ده بي ار يعني فيلان كام فيلان 30 فيلان 30 وجيت عملت دو شو انترفيس ايثرنت 1 سلاش 0 ممكن نعمل ايثرنت دي ايثرنت عشان بس الاي لوحدها مش هتكفي في الاختصار سويتش بورت اهو دايناميك ديزايرابل ولكن لقى نفسه ان من المناسب يشتغل كاستاتيك اكسس وداخل على فيلان 30 لا انا مش عايز الدايناميك ديزايرابل دي تكون موجوده لان ظالما دايناميك ديزايرابل المانع اللي هو يكون ترانك تمام الادمنستريتيف ديستانس انت حددته ايه هو متحدد باي ديفولت دايناميك ديزايربل لكن في الاوبريشنال مود لقى نفسه من المناسب يشتغل كايه كاستاتيك اكسس انا بس عايز الناس ما تتلخبطش تمام طيب فانا هعمل شو هعمل لا انترفيس ايثرنت 1 سلاش 0 وبعد كده اعمل سويتش بورت مود اكسس بعد كده ادخل برضو نفس الامر مره ثانيه هلاقي ان هو قلب نفسه ادمنستريتيف مود كاستاتيك اكسس كلام جميل جدا ده على سويتش ايه ده على سويتش 5 تمام بس هو سويتش 5 ده اتش ار المفترض يكون ادخل اتش ار ده على فيلان 40 مش 30 طيب ماشي سويتش بورت اكسس فيلان 40 مش 30 لو جيت عملت دي شو فيلان بريف اها هلاقي اهو 40 تمام واصل زيرو داخل على فيلان اهو 40 طيب تعالى على سويتش 6 ده المفترض اللي يخش على فيلان ايه 30 هو طبعا بس انا ايه عندي لخبطه بس في السويتشات لان هي الايه الهوست نيم بتاعتها كلها واحد تمام الواحد كسل بس ان هو يغيرها سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس بي لان 30 تمام ليه سويتش ليه ده دخلته على في لان 30 ده في البي ار البي ار ده موجود في في لان 30 والاتش ار موجود في لان 40 طيب كلام جميل انا كده يعتبر خلصت كونفيجريشن الفي لانس خلي بالكم يا جماعه لو انا رحت للسويتش مثلا سويتش 1 وجيت عملت الشو اي بي انترفيس بريف تمام فانا ما عنديش اي حاجه فيلان 10 او فيلان 20 او فيلان 30 اما اجي اعمل يا جماعه كونف تي فيلان 10 مثلا وادوس انتر وادي له نيم انا كده كريت الفيلان على مستوى لاير 2 فتظهر المفترض عندي في الشو فيلان عندي هنا تمام ولكن عشان اكريته على مستوى لاير 3 يعني ايه يعني بمنتهى البساطه هدي له ما يسمى بالاس في اي يعني سويتش فيرتشوال انترفيس اللي هو انترفيس فيلان 10 لو انا عايز اديله اي بي في فيلان 10 هعمل انترفيس فيلان 10 اي بي ادرس اخليه مثلا كام 192.168.0.2 255.128 نو شوت وبعدين اعمل دو شو اي بي انترفيس بريف اها هلاقي ان هو خد ده الفيلان 10 ده بيسمى الاس في اي يعني سويتشنج virtual switching virtual interface تمام طيب كلام جميل فبالتالي لو حد عايز ياكسس على السويتش ده ممكن ياكسس عن طريق ال 192.168.0.2 كاي بي واخده السويتش فيلان 10 ممكن اعمل فيلان 20 ممكن اديله اي بي فيلان 20 اي بي ادرس 192.168.0. مثلا 130 255.128 وبعدين اعمل نو شوت وبعدين اعمل دوشو اي بي انترفيس بريف هلاقي برضو خد اهو في فيلان 20 اهو تمام وكذلك انت ممكن تعمل في ايه في تدخل السويتش على كل ايه فيلان بس يعني دخله فيلان واحده يعني اوكي يعني مش لازم تدخله في انت محتاج الاي بي ده بس في ايه انت محتاج الاي بي ده بس في ان انت تاكسس على السويتش كتلنت او كاس اس اتش
اوكي طيب هعمل برضو اي بي ديفولت جيت واي، ما تنساش على كل سويتش تحدد الاي بي ديفولت جيت واي. هعمله 192، يعني الديفولت جيت واي بتاعك يا سويتش هو 0.1 اللي هو المفترض الراوتر. انا لسه ما عملتش كونفيجريشن الراوتر، الساب انترفيسز والقصه دي كلها لسه ما عملتهاش، بس انا بوضح لك ان السويتش اهو انا كده حددت له الديفولت جيت واي بتاعه اللي هو الراوتر، بحيث ان اللي يحب يتلنت على السويتش من بره، فالسويتش لما يجي يطلع له السويتش عارف الاي بي بتاع الديفولت جيت واي هو ايه. طيب كلام جميل، بس خلي بالكو ما ينفعش احدد للسويتش الديفولت جيت واي بتاعته فيلان 10 وفي نفس الوقت الفيلان 20، يتحددوا ديفولت جيت واي لفيلان واحده بس من اللي موجودين. اتمنى القصه دي تكون مفهومه. طيب ابدا اخش على الايه الراوتر، نشوف بس الراوتر شو ران او شو اي بي انترفيس بريف. تمام، الراوتر كده نازل كده ابيض خالص. نبدا بقى بايه الراوتر من اول كده. طيب الراوتر عنده فاست تنازيوس لزيرو بصه على النتورك اللي فيها الستة فيلان، والفاست تنازيوس لزيرو دي هقسمها لست سب انترفيس، بحيث ان كل سب انترفيس بتوبريتس او بتشتغل كديفولت جيت واي للفيلان اللي قصادها. طيب كلام جميل، انا هعمل فاست تنازيوس لزيرو بوينت 10 بوينت. بصوا يا جماعه، بس قبل كل ده اخش على الجنرال انترفيس الاول لان هو مقفول، وبالتالي كل السب انترفيس اللي تحته هتكون مقفوله. لا انا هفتح الجنرال انترفيس نو شات، تمام كده، وبعدين اخش على فاست تنازيوس لزيرو. طبعا بصوا الرسائل بتخش فيها الكونفيجريشن او السطور بتاعتي، فهخش على لاين كون زيرو عشان افصل لوجن سينكرونس. وبعد كده اخش فاست تنازيوس لزيرو بوينت كام، بوينت 10 انترفيس بس تنازيوس لزيرو. بصوا بوينت كام اقدر اعمل من كام لكام، من زيرو لحد ده ايه ده الرقم ده كبير قوي. تمام. يعني انت بتتكلم 4,294,967,295. على فكره الرقم ده بيوازي 2 أس 32، لان فاكرين لما جيت قلت لكم عدد الاي بي هات 4 مليار وشويه فكه، فهو فعلا اهو يعني الرقم ده المفترض بيوازي 2 أس 32. طيب كلام جميل. فانت تقدر اقدر بقى ايه احط فاست تنازيوس لزيرو بوينت 10، فده سب انترفيس هيشتغل كديفولت جيت واي بالنسبه للاجهزه اللي في لان ايه فيلان 10. طيب كلام جميل، انكابسوليشن دوت 1 كيو، انت يا راوتر او يا سب انترفيس هتشتغل على فيلان رقم كام، الاي دي بتاعها كام، هي فيلان 10 الاي دي بتاعها كام. عشان تعرف الاي دي بتاعها كام تروح للسويتش اللي انت كريت عليه الفيلان، او اي سويتش موجود عليه الفيلانز اللي انت كريتها. ده الفيلان، ده الاي دي يا جماعه اللي هو فيلان 10، تمام كده، ال10 دي الاي دي تمام، والمسمى بتاعها اي تي تمام. فبالتالي الانكابسوليشن دوت 1 كيو هقول 10 تمام، فيصبح الراوتر بيعرف كده ان السب انترفيس دي هتشتغل على الديفولت جيت واي على الباكتس اللي بتجيله من فيلان ايه، من فيلان 10 او تاجد ويز دوت 1 كيو تاج فيلان 10 تمام. طيب كلام جميل، فخلي بالكم ان ال10 اللي هنا مش بتدل على الاي دي، اللي بيدل على الاي دي بتاع الفيلان اللي هيشتغل عليه الراوتر هو الانكابسوليشن دوت 1 كيو. يعني انت ممكن تعمل انترفيس باست تنازيوس سلاش 0.11 وتعمل انكابسوليشن دوت 1 كيو 10، فهيشتغل الراوتر كديفولت جيت واي فيلان 10، لان الرقم اللي بيتكتب بعد الدوت ده رقم عادي مش رقم ليه دلاله تمام. طيب الرقم اللي بعد الانكابسوليشن دوت 1 كيو هو اللي ليه دلاله على فيلان اي دي. وبعدين هدي اي بي ادرس للراوتر 0.1 255.0، لا 128. اوكي وبعد كده نعمل بقى ايه، نطلع اب ايرو كده، نعمل برضو الايه لفيلان 20 انكابسوليشن 20، وبعد كده الاي بي هيكون 129، وبعد كده نروح لفيلان 30 الانكابسوليشن 30، وبعد كده الاي بي ايه الاي بي، تعالوا كده نبص كده. ممكن نصغر بس التيرمينال، انا بس مقيد بالحدود الكادر بتاع الايه التسجيل تمام. ماشي 129 الفيلان 30 ايه بقى 1.1 يعني هنقول 1.1. بعد كده فيلان 40 انكابسوليشن 40 بعدين 1.129، وبعد كده فيلان 50 انكابسوليشن 50 بعدين اي بي 2.1 المفترض 2.1، وبعدين فيلان 60 انكابسوليشن 2060، وبعدين الاي بي 192 2 دوت كام 2 دوت 129 تمام. حلو قوي كده، لو جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف
اها هلاقي السب انترفيسز نزلت عندي اهو، اها تمام، وهتلاقي فاست ايثرنت 0/0 انا اسايند، انا اسايند. ممكن تخلي فاست ايثرنت 0/0 تديله اي بي، ولكن الاي بي ده هيمثل الديفولت جيت واي للاجهزه اللي في فيلان 1، للاجهزه اللي في فيلان 1، تمام كده. كلام جميل. طيب نروح على فاست ايثرنت 0/1 نو شات، لان ده اللي باصص على الشبكه اللي على ايدك اليمين، تمام. وبعدين انترفيس فاست ايثرنت 0/1.10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10 اي بي ادرس. مفترض هبدا من اول كام بقى؟ هو ده كام؟ نهاية فيلان 6، فيلان 60، فيلان 60 عند 2.129، يعني فيلان 10 على الناحية التانية تبدأ من 3.0. فعلا 3.0 اهو، تمام. انا هعملهم ورا بعض يعني 3.1 في 55 128 20 كابسوليشن 20 129 بعدين 30 4.1 تمام، بعدين 40 بعدين 40 وبعدين 4.129 وبعدين 50 وبعدين هنا 5 وبعدين 4.5.1 وبعدين 60 وبعدين انكابسوليشن 60 وبعدين 5.129 اها حلو قوي كده. طيب انا كده كريت السب انترفيسز، انا كده عملت الراوتنج روستيك. انا مضايقني جدا جدا موضوع الهاب دوبلكس والكلام ده، فانا اسمحوا لي بقى ان انا ايه اشتغل عليه. فاست ايثرنت 0/0 دوبلكس فول اوكي و 0/1، يعني انا بظبط الدوبلكس مود من الفيزيكال انترفيس مش من السب انترفيس. دوبلكس فول وبعدين بقى اروح لسويتش 1 اعمل ايه كونفتي انترفيس، كونفتي انترفيس ايثرنت 0/0 دوبلكس فول وبعدين سويتش 4 كونفتي عشان ما توجعوش دماغي بقى 0/0 دوبلكس ايه دوبلكس فول. اتاكد بس ان 0/0 هي اللي رايحه من سويتش 4 على الراوتر. ايوه هي اها دوبلكس 4 اها تمام. فعشان كده بقى الرسائل مش هتبدا تيجي لي تاني خلاص. حلو قوي كده. فاضل ان انا اعمل الدي اتش سي بي بول، فهخش بقى اي اي بي دي اتش سي بي بول ليفت اوكي اي تي، يعني الفيلان اي تي الفيلان 10 اللي هي اي تي بس على ناحيه الشمال، لان انا عندي 2 فيلان اي تي عشان اخليه بس يعرف يفرق نتورك او يعني انت طبعا تقدر تدي اي اسم فعشان انت تعرف اللي تفرق مش الراوتر، يعني الاسم ده لا يعني بشيء. النتورك هنا 0.0 تمام. ممكن اكتب ايه؟ انا هكتب في البول النتورك والسبنت ماسك بتاعتها. ممكن اكتب السبنت ماسك بتاعتها كده 128 او ممكن اكتبها كده، يعني انت دخلت 0.0 بعد كده سبيس وبعد كده سلاش وبعد كده سلاش 25، ده الافضل لك يعني. ديفولت راوتر 01 بعدين الدي ان اس سيرفر 4/8/4/3/2 وبعدين هنعمل ليفت سيلز فندخل بقى الايه النتورك. بصوا انا بستعين بقى بالاب ايرو هنا 128 الديفولت راوتر 129 دي ان اس زي ما هو وبعدين ليفت بي ار هيكون هنا بقى ايه 1.0 ديفولت راوتر 1.1 الدي ان اس زي ما هو تمام بعدين ليفت اتش ار اوكي بعدين النتورك هيكون 1.129 بعدين الديفولت راوتر هيكون 1. لا 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 طب انا دخلت هنا مش واحد، انا دخلت هنا 1.929 دخلت اي بي اي بي هوست تمام. طب لو انا جيت عملت دو شو ران سيكشن اي بي دي اتش سي بي بول ليفت اتش ار تمام، انا ده كتبت اي بي الراوتر تمام في النتورك هنا، بس طالما انا كتبت السبنت ماسك سجل لك في الشورن الاي بي بتاعت الشبكه هنا. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم يا جماعه؟ طيب فانا هكمل بقى ديفولت راوتر 192، يعني انت مش شرط يعني ان انت تكتب اي بي شبكه يعني، بس طبعا لازم تكتب السبنت ماسك. وبعدين هنا دي ناس 4/8/4/3/2 حلو. وبعدين ليفت كاستمر سيرفيس
يبقى ايه بقى؟ 2.0 او 2.1 ايا كان مش هتفرق. ديفولت راوتر هنا 2.1، بعدين الدي ان اس، بعدين البول بتاعت التكنيكال سبورت. تكنيكال سبورت نتورك هيكون 2.128، وبعدين الديفولت راوتر هيكون 2.129، وبعد كده الدي ان اس اهو. حلو قوي كده، عملت الفي الدي اتش بي 6 دي اتش سي بي بول للليفت في لانس، هعمله بقى للرايت في لانس. تمام، ارجع اكزت اي بي دي اتش سي بي بول رايت اي تي نتورك 192.168.0/25 ديفولت راوتر 3.1 دي ان اس سيرفر 4.8.4.3.2.net. اوكي طيب، وبعدين هعمل رايت سيلز نتورك 3.129 ديفولت راوتر 3 هو هنا 3.128 كنتورك، الراوتر 129 على كده الدي ان اس وبعدين اعمل رايت بي ار نتورك 4.0 الديفولت راوتر يبقى 4.1 بعدين الدي ان اس وبعدين اطلع برضو هعمل رايت اتش ار، انا كده عملت الرايت بي ار، هعمل رايت اتش ار نتورك 4.128 الراوتر 129 الدي ان اس اهو، بعدين هعمل رايت كاستمر سيرفرز اللي هو 5.0 5.0 وبعد كده الديفولت راوتر 5.1 وبعدين الدي ان اس اطلع بقى للتكنيكال سبورت اخر واحد تكنيكال سبورت نتورك 5.128 ديفولت راوتر 129 الدي ان اس حلو قوي كده. لو جيت عملت دو شو ران سيكشن اي بي دي اتش سي بي بول دي الايه البولز اللي انا كريتها لل 12 فيلان اللي عندي. حلو، كلام جميل قوي. بعد كده هعمل الاكسكلوجن بقى، هو بيقول لي انا عايز الراوتر يستثني توزيعه اول 10 اي بي هات، اول 10 اي بي هات يعني هعمل بقى بالنسبه لفيلان 1 بقى او فيلان 10 اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادريسز ما توزعش من اول 0.1 ل 1. من ل 0.10 0.10 او ممكن اقول له من اول 0.0 تمام، بعدين 10 وبعدين هعمل من اول 128 ما توزعش من اول 128، ده بقى الرينج اللي موجود في فيلان 20 او في الليفت فيلان 20 من لحد 138. انا بس ايه بجمع، انا بكتب اي بي نتورك هنا عشان بجمع عليه 10 يعني، فما اتلخبطش بدل ما اجمع 9 تمام. طيب هنا هكتب برضو 1.0 لحد 1.10 وبعدين هكتب من 1.128 بعدين لحد 1.138 وبعدين من اول 2.0 ل 2.10 وبعدين من 2.128 لحد 2.138 وبعدين من اول 3.0 لحد 3.10 3.10 من 128 برضو ل 138 وبعدين من 4.0 ل 4. لا ماشي ماشي 4.0 لحد 4.128 4.128 وبعدين من اول 5.0 لحد 5. ده في خطأ في ال اكسكلوجن ده، المفترض من 4.0 لحد 4.10 تمام 4.10 وبعدين من 4.128 لحد 4.138 وبعدين من اول 5.0 لحد 5.100 ال 10
بعدين من اول 5.228 لحد 5.138. اوكي فاضل حاجة تاني؟ هو فعلا هو الحد ها 400 المفترض ده، المفترض ده 5.228، فيعتبر انا كده المفترض يكون عندي 12 سطر. يعني ما لو جيت عملت دو 12 سطر في الاي بي دي اتش سي بي اكسكلودد، دو شو ران سيكشن اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس. المفترض اهو ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. في واحد زيادة مكتوب ولا ايه؟ ماشي 0 100 128 واحد 0 ماشي 2 0 تمام 3 4 الاربعة المفترض ده يتشال تمام، لان انا الاربعة دول 0 لحد 128 اما عدلتها للي تحت ده اللي فوق اللي انا كتبته ده ما اتشالش، فانا هجيبه كده كليك يمين عليه وبعدين اكتب نو قبله نو. حلو قوي، بعدين اعمل تاني دي شلون اكسكلود. اها تمام، انا كده عملت الاكسكلودد ادريسز، يعتبر كده اصبح الشبكه عندي مهيئه. تعالوا بقى ايه نجرب نشوف بقى جهاز الاي تي هياخد اي بي ولا لا. نكتب كده دي اتش سي بي دي ديسكفر او الاوفر الار الريكوست الايه الاكنولجمنت، خد اهو فعلا 0.11. طيب تعالوا نروح لجهاز السيلز نشوف برضو هياخد اي بي ولا لا. دي اتش سي بي اهو تمام، المفترض ياخد هقول لكم بقى المفترض ياخد كام، هياخد 140 لان انا عملت اكسكلود من 128 ل 138، فيبدا ياخد من 139، المفترض 139 مش 140. بصوا ده السيلز خد من البول بتاعت فيلان 10، ده معناه ايه؟ ان وانس لزيرو دي اكيد داخله في فيلان 10 تمام. فانا اروح على سويتش 2، هي ممكن ما تكونش بس عندكم، ممكن تكون عندنا بس يعني القصه دي. اخش كده انترفيس ايثرنت وانس لزيرو سويتش بورت اكسس فيلان 20، وبعدين اعمل مره تانية دي اتش سي بي كده مرة تانية. طيب ماشي، انا ممكن استبدل السيلز ب ممكن استبدله براوتر، ممكن استبدله هنا براوتر فاست ايثرنت يوزرز 0 يوصل على 1 سلاش 0، وبعدين اعمل ستارت راوتر 2. ممكن بس المشكلة تكون في الفي بي سي اصلا. طيب كونف تي انترفيس كونفتي انترفيس بس ايثرنت يوزرز 0 نوشت اي بي اد دي اتش سي بي اهو خد اي بي اهو خد 139، هي فعلا مشكلة بس كانت في البي بي سي. طيب كلام جميل جدا. لو انا جيت مثلا من الاي تي عملت بينج على 139 ده، لو جيت عملت بينج 0.139 اللي هو على R2 يعني بيبنج اهو، يعني بيبنج جهاز من فيلان 10 بيبنج على فيلان 20. طيب تعالوا ال HR نشوف كده هل هياخد اي بي. طيب اروح كده للسويتش 4، سويتش 4 اعمل شو سبيننج 3 فيلان 10. دي حاجه بس مش عليكم يعني، انا كده كده هشرحها المرة الجاية يعني، بس انت لو لقيت جهاز عندك مش بياخد اي بي اعمل الامر ده spanning tree VLAN 10 و20 و30 و40 و50 و60 root primary. انا كده كده هشرحه لكم في اللاب بتاع الايه الـ spanning tree بروتوكول تمام.
طيب اها جيت عملت دور شو سبان فيلان 10 مثلا، اها تمام عظيم. اجرب كده تاني من الاتش ار اتش سي بي. طيب اجرب اعمل تي شوت بقى، اخش على سويتش 5 واعمل انيبل شو فيلان بريف. ده البورت ماشي، كونفتي انترفيس ايثرنت وان سلاش زيرو، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 40. تمام، دي بقى ايه حته كده، ايه يعني بوريكم برضو ايه اجزاء كده في التي شوت. اها دي اتش سي بي، ها لو جيت عملت دو شو لا دو شو فيلان بريف اها وان سلاش زيرو اللي هو فيلان الاتشار ده المفروض فيلان 40 عندي. تمام طيب نعمل اخر محاولة كده، ولو ما خدش كده ما نضيعش وقتنا ونحط ايه راوتر بداله. ممكن نحط هنا راوتر لا لا من ايثرنت 1 سلاش 0 على راوتر 3. اها تمام، هو اعمل كونف تي انترفيس بس زيرو نو شوت اي بي اد دي اتش سي بي. اروح كده على شو سبانك تي بي 10. اها تمام، مفترض كده هو سويتش 5 كده شغال تمام التمام، اهو خد اي بي اهو 140. طيب اجرب بينج من راوتر 3 على راوتر 2، راوتر 2 اللي هو 192.168.0.139. اجرب اعمل بينج كده، بيبنج اهو، يعني انا عندي الجهاز ده اللي هو فيلان 40 يقدر يبنج على راوتر 2. طيب اجرب من الاي تي ابنج على راوتر 3، هو راوتر 3 كام؟ الراوتر 3 المفترض 4.140، فلو رحت من الاي تي هنا عملت بينج على 4.140 4.140 بيبنج اهو. تمام، يبقى انا عندي كده التوبولوجي شغاله تمام التمام. نبدأ مع بعض بقى ايه نحل التشالنجينج تيست. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أسئلة كتير النهارده على 15 سؤال تقريبا في التشالنجينج تيست. بيقول لك which two commands can be used to verify a trunk link configuration status on a given Cisco switch. لو انا عايز اشوف configuration الترنك تمام كده وحالة اللينك بتاع الترنك، عايزك تختار two commands. المفترض احنا عارفين ان الشو انترفيس ترانك ده بيوريني تمام كده، والمفترض ان انا وريتك الامر اللي هو بتاع الامر بتاع شو انترفيس ايثرنت 0/0 مثلا سويتش بورت، ده برضو بيوريك حاله الترانك بتاعته، يعني بيوريك ان هو دايناميك ديزايربل مثلا ترانك نيجوشييت دوت 1 كيو وهكذا. تمام، فبالتالي انا معايا شو انترفيس ترانك وكذلك شو انترفيس، وطبعا تكتب هنا رقم الانترفيس وبعدين السويتش بورت. تمام، ده التو كومنتس. طيب بيقول لك how many broadcast domains are shown in the graphic assuming only the default VLAN is configured on the switches. يعني بفرض ان الديفولت فيلان از كونفيجر اون سويتشز، يعني بيقول لك ان هم كلهم داخلين في نفس الفيلان من الاخر يعني. تمام، فعشان كده لان هو بيسالك هو كام برودكاست دومين عندي. مفترض انا عندي دول ده سويتشين تمام واصلين ببعض وفي تحت هابس، فاكيد هو 1 برودكاست دومين اللي عندي. طيب ده ماشي، السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك افريم اون فيلان 1 اون سويتش 1، افريم اون فيلان 1 هنا اهو تمام on switch 1 is sent to switch 2 when the frame is received on VLAN 2 what causes this behavior. بيقول لك تاني a frame on VLAN 1 on switch 1 is sent to switch 2 when the frame is received on VLAN 2 what causes this behavior. تمام طيب ده VLAN 1 اهو بيروح
الى عايز يروح الى فيلان 2 على اس 2، يعني عايز تروح عايز يروح للي فوق ده، تمام. طيب بناء طبعا على الكونفيجريشن اللي عندي، هو دخل هنا على اس 1 بيقول لك شو انترفيس ترانك، تمام. بيقول لك ان فاسي تنزل سوش 1 دي ترانك كابسيشن ترانك، تمام. الالاود فيلانز 1 2 1005 تمام. ماشي. بعد كده هنا انترفيس ترانك ده النيتف فيلان هنا 1 وهنا النيتف فيلان 2. بصوا يا جماعه، يعني فاست تنزل سلاش 0 و0 سلاش 1 عندهم نيتف فيلان مس ماتش، اوكي. فبالتالي عندي النيتف فيلان مس ماتشز، تمام. ده اللي سبب بيهيفير عندي ان هو اصلا مش عارف يوصل من فيلان 1 الى فيلان 2. او بشرح اكثر تفصيلا، يعني هو يا جماعه السؤال اصلا راس السؤال، يعني خلي بالكم عشان بس يعني هعيد برضو السؤال بتوضيح اكتر. هو بيقول لك ان في فريم طلعت من اس 1 تمام، هي فيلان 1، فسويتش 2 راح فرودها على فيلان 2، واصلا انا ما عنديش جهاز بيعمل راوتنج، ما فيش راوتر هنا يعمل راوتنج ما بين فيلان 1 وفيلان 2. فايه سبب ان لما سويتش 2 خدها استلم الفريم طلعها على فيلان 2، المفترض يطلعها على فيلان 1، تمام. فهنا النيتف فيلان، لان فاست ايثرنت زيوس سلاش 1 اللي على اس اس 2 اما استلم الداتا ان تاجد، وهو مسجل النيتف فيلان عنده 2، فراح حط الستيكر بتاع الداتا على فيلان 2 راح فرودها الى ايه، هي الى جوه يعني على فيلان 2. فيعني النيتف فيلان مس ماتش هنا، تقول لي يعني هل يا باشمهندس هي هتوصل فيلان 2 ولا لا؟ ان سام كيسز ما بتوصلش، تمام. ده based on access control، حاجه بقى خاصه بالاكسس كنترول، ولكن احنا بنشرح للطلبه بتاعه السي سي ان اي، وكذلك حسب ما هو مذكور في المرجع او في كتاب سيسكو بريس هو بيوصل، يعني هو فعلا بيوصل، بس ان سام كيسز لو في اكسس كنترول ما بيوصلش، ولكن هو لو ما فيش اكسس كنترول المفترض يوصل، لو ما فيش اكسس ليست او الكلام ده كله المفترض يوصل على فيلان 2. هو بيقول لك ان هو اما اس 2 استلم راح فرود على فيلان 2، ده طبعا سبب المس ماتش في النيتف فيلان هنا. طيب يقول لك refer to accept which two statements are true about inter VLAN routing in the topology that's shown in the accept. Choose two. تمام. انا دلوقتي عندي router 1 كي trunk fast ethernet 0 trunk اهو على fast ethernet 1 على السويتش. اوكي ماشي. والسويتش 2 طالع منه لينكين VLAN 2 لVLAN 3، بعد كده trunk تاني على سويتش 1، ده الاي بي بتاع سويتش 2، ده الاي بي بتاع سويتش 1، تمام. طيب بيقول لك بقى ايه واتس ترو اباوت، يعني which two statements are true about inter VLAN routing. بيقول لك host E and host F use the same IP gateway addresses. الاجابه لا، لان هما موجودين في VLANs مختلفه، تمام. router 1 and switch 2 should be connected via cross over كيبل. لا، الكروس اوفر كيبل بيتوصل ما بين سويتش بسويتش او راوتر براوتر. طيب فده مش معايا. يقول لك راوتر 1 will not play a role in communications between host A and host D. هو host A موجود في VLAN 2 وهوست دي موجود في VLAN 3، فاكيد هوست A لو عايز يروح الى هوست دي لازم يروح لراوتر 1 وبعد كده يرجع من راوتر 1 تاني على ايه هوست دي، فاكيد السي مش معايا. بيقول لك ذا فاست تنزل 0 انترفيس اون راوتر 1 ماست بي كونفيجرد وذ سب انترفيسز. ايوه معايا. وبعدين راوتر 1 نيدز مور لان انترفيسز تو اكوموديت ذا VLANs ذات ار شون ان ذا اكزبت. لا دي مش معايا. يعني هل الراوتر محتاج مور لان انترفيسز عشان يعمل راوتنج ما بين البيلانز؟ لا، هو مش محتاج، لان انا ممكن اسد ده بالسب انترفيس. بيقول لك فاست تنزل زيرو انترفيس من راوتر 1 اند سويتش 2 ترانك بورتس ماست بي كونفيجرد يوزنج ذا سيم انكابسوليشن تايب. ايوه لازم يكون يوزنج السيم انكابسوليشن تايب، تمام. يعني انا من الاخر لازم اروح على فاست تنزل زيرو بوينت 10 اعمل انكابسوليشن 1 كيو او بوينت 2 واعمل انكابسوليشن 1 كيو على فيلان 2، ومره سب انترفيس 0 سلاش 0 بوينت 3 اعمل انكابسوليشن دوت 1 كيو 3، فيطابق الانكابسوليشن تاجنج اللي شايله البورت الترانك فاست تنزل سلاش 1 اللي على سويتش 2. فالاجابه دي معايا.
refer to the except which two statements are true of the interfaces on switch 1. هو بيقول لك هنا show make address table. تمام. طيب بيقول لك ايه بقى؟ يعني بص على الجدول اللي قصادك ده show make address table، موضح لك الايه الكام تيبل اللي قصادي. بيقول لك تشوز 2 انترفيس بس ثانيه 2 has been disabled. فين 0 سلاش 2؟ هل هو has been disabled؟ المفترض لا، المفترض لا مش disabled. تمام. طيب بيقول لك multiple devices are connected directly to fuzzy ethernet 0/1. 0/1 عنده ماك ادرس اهو معلوم بالدايناميك، و 0/1 برضو في كذا جهاز طبعا، بس لا برضو يعني مش دايركتلي. ليه؟ لان 0/1 ده هو عمل لك شو سي دي بي نيبرز. شو سي دي بي نيبر يعني انا لما ادخله على السويتش بيوضح لي السويتشات الثانيه اللي متصله بيه. فهو قال لك ان انا متصل بسويتش 2 عن طريق فاست ايثرنت 0/1 ومتصل بسويتش 3 عن طريق 0/2. خلي بالكم ان 0/1 0/2 دول المفترض يعتبروا كابلينك ابلينكس، ومن الممكن ان هم يشتغلوا يكونوا شغالين كترانك اهو. بس هو المفترض هم اكيد ان هم ترانك، لان انا عندي اكتر من فيلان قدامي، فيلان 1 و2 و3، فاكيد ال 0/1 0/2 دول ترانكات. بيقول لك فاست 0/1 از كونفيجرد از ترانك لينك. يا سبحان الله. يعني بص لسه قايل لكم، بس ماشي اكيد. تمام. بيقول لك فاست 0/1 از كونكتد تو ا هوست وذ مالتيبل نتورك انترفيس كارد. لا، لان بناء على شو سي دي بي نيبر بيقول لي ان 0/1 ده كونكتد على سويتش 2، سويتش مش على هوست. تمام. فاست 0/5 هاز ستاتيكلي اسايند ماك ادرس. فين 0/5؟ لا، هم كلهم دايناميك ماك ادرس مش ستاتيك. بيقول لك ا هاب از كونكتد دايركتلي تو فاست ايثرنت 0/5. تعالوا نبص كده، هو المفترض 0/5 طيب هنا 2 ماشي وهنا 2. هاب از كونكتد دايركتلي تو فاست ايثرنت 0/5. هو يا جماعه هتقولي ليه، هتقولي ليه يا باشمهندس ليه هاب؟ هقول لك اصل بصوا يا جماعه 0/5 ده معلوم عنده كم ماك، ماكين. تمام. فهو المفترض يكون سويتش صح ولا لا؟ لان انت عندك اكتر من ماك معلوم صح ولا لا؟ يعني يا جماعه البورت يعني مثلا 0/4 ده معلوم عنده كام ماك ادرس؟ معلوم عنه ماك واحد اهو صح ولا لا؟ لان هو مش متكرر فوق. و3 برده نفس الكلام لانه مش متكرر فوق، لان دول بورتات اكسس رايحه على ايه؟ رايحه على اجهزه اند نودز. لكن 1 رايحه على سويتش ليه؟ لانه متصل بماك كذا ماك ادرس. و 2 نفس الكلام، بس انا عندي 2 متصل بماك ادرس واحد، لكن هو جايب لي من شو سي دي بي نيبر ان 2 متصل على سويتش 3، ولكن 5 متصل على ماكين، يعني على ماكين، يعني المفترض ده متصل على مالتيبل ماكس، يعني مالتيبل يعني كذا جهاز صح ولا لا؟ يعني 0/5 ده طالع على كذا جهاز. طب هو بورت، المفترض البورت ده نهايته بورت وار، برضو بورت واحد، فالمفروض البورت الواحد ده يتصل على جهاز واحد مش جهازين. عشان اخلي البورت الواحد ده يقرا 2 ماك، المفترض البورت 0/5 ده اوصله من الناحيه الثانيه على سويتش او هاب، لكن هو مش سويتش. ليه؟ لانه لو سويتش هيظهر لي هنا في الشو سي دي بي نيبر صح ولا لا؟ فالمفترض هنا في هاب دايركتلي كونكتد. تمام. Network administrator is explaining BTP configuration to the new technician. شرحنا السؤال ده في المحاضره اللي فاتت. What should the network administrator tell the new technician about VTP configuration? Switches in the VTP client mode can't update its local VLAN. ايوه. وa trunk link must be configured between the switches to forward VTP. ايوه. وبيقول لك a switch in the VTP server mode can update a switch in the transparent mode. لا. Switch in the VTP transparent mode will forward updates that it received to other switches. ايوه ده معايا. يقول لك what's the function of the command switch port trunk native VLAN that is designates VLAN 999 for untagged traffic. حلينا برضو السؤال ده قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، او تقريبا في المحاضرة بتاعت part 2 او part 1 في VLAN. Refer to the diagram. All hosts have connectivity with one another. تمام. All hosts have connectivity with one another, which the statement describes the addressing scheme is in use in this network او in the network. ده هوست ايه؟ موجود في VLAN 1. الفيلان 1 ده فيه 84 هوست،
وده الاي بي بتاعه. طيب كلام جميل. فيلان 2، فيلان 2 فيها 114 هوست. طيب ماشي. فالمفترض يا جماعة هوست ايه وهوست بي طالما هم في 2 فيلانز مختلفين، فالمفترض ان وهوست ايه طالما الاي بي بتاعه 126، يعني اكيد ده سلاش 25، يعني ده المفترض عنوان الشبكة اللي فيها هوست ايه 172.16.1.0 سلاش 25، لا يمكن تكون سلاش 26 اوكي، ولا يمكن تكون سلاش 24، ما ينفعش سلاش 26. ليه؟ لان سلاش 26 الانكريمنت بتاعها كام؟ 64، وعدد الاجهزه الموجوده في السلاش 26 هو 62 افيلابل بي سي، ولكن هو بيقول لي الفيلان 1 فيها 84، فاكيد ده سلاش 25، ولا يمكن ان يكون سلاش 24، لانه لو سلاش 24 هيقع في نفس السبنت اللي فيها ايه؟ اللي فيها هوست بي، ولا يمكن ده يكون صحيح، لان ده فيلان 1 وده فيلان 2، المفترض يكون 2 نتورك اي بيز مختلفين. فبيقول لك ده سبنت ماسك نيوز از 192 255 255 192. لا طب هل هتكون 128؟ ايوه ده اللي هو سلاش 25. ده اي بي ادرس 172.16.1.25 كان بي اسايند تو هوست ان فيلان 1، ايوه تمام. ال 25 بيقع في 192.168 او 172.16.1.0 سلاش 25، ده 1.25 بيقع في هذا النطاق. طب هل 1.205 ينفع يتحط في فيلان 1؟ لا ينفع يتحط في فيلان 2 لكن مش فيلان 1، لان هو اكبر من الرينج بتاع فيلان 1. The LAN interface of the router is configured with one IP. لا طب ده لان انترفيس، لا مش 1 اي بي، المفترض كونفيجر وذ مالتيبل اي بيز، لان الراوتر هنا يعمل راوتنج اجنوستيك عشان يراوت ما بين فيلان 1 والاجهزه اللي فيلان 1 والاجهزه اللي فيلان 2. طيب ريفير تو ذا اكزابت هاو شود ذا فاست ايثرنت يوز سلاش 1 بورتس on the 2029 model switches that are shown in the exact be configured to allow connectivity between all devices. المفترض يكونوا اشتغلوا كترنكات، المفترض يعني يقول لك الراوتر 1 في فاست ايثرنت يوز 0.1، ده ماشي، ده على موصله على فيلان 1 ماشي، وبعدين 10 على فيلان 10 و20 على فيلان 20 تمام، وده السبنت بتاع فيلان 1 وده السبنت بتاع فيلان 10 وده السبنت بتاع فيلان 20. سويتش 1 واخد اي بي في فيلان 1 وسويتش 2 برضه واخد اي بي في فيلان 1 برضه، وبورت 3 ال 12 من بورت 3 ال 12 اسايند على فيلان 10، ومن 13 ل 24 اسايند على فيلان 20 تمام، ومن 2 ل 12 على سويتش 2 على فيلان 10، ومن 13 ل 24 على فيلان 20 على سويتش 2. طيب يقول لك the ports need to be connected by crossover cable. لا مش need to be connected، لان يا جماعه هو هل لازم يكونوا متصلين بكروس اوفر؟ مش لازم، لان في خاصيه في اسمها الاوتوماتكس تمام بتفعل على السويتشات، فبالتالي انا مش مطالب باني احط البنز بتاعت الكابلات بالترتيب بتاع كروس اوفر او الستريت، لان السويتشات بتديتكت الريسيف وبتديتكت الريسيف والترانسميشن بنز اوتوماتيكلي، فده مش لازم. طيب فاست ايثرنت يوز سلاش 1 سويتش بورت مود ترانك، ايوه ده الاجابه الصح، لان هو بيقول لي ايه هاو شود ذا فاست ايثرنت يوز سلاش 1 بورتس اون 2950 موديل سويتشز ذات ار شون. يعني انا حتى كمان سالك انا اعمل ايه على فاست ايثرنت يوز سلاش 1 تمام. طيب كلام جميل. طبعا الاجابات اللي تحت ما تنفعش، لان ده زي سلاش 1 هنا قال لك مود اكسس وادخله فيلان 1، لا طبعا، لان هو انا طالما دخلته فيلان 1 هيعمل لي كوميونيكيشن ما بين الاجهزه لفيلان 1 بس، لكن هو عايز قال لك بيقول لك بتوين اول ديفايسز، وكذلك زيرو سلاش 1 مش هتنفع معايا ولا هتنفع. بيقول لك سويتش بورت مود ترانك وسويتش بورت ترانك فيلان 1 وترانك فيلان 10 و20، لا دي برضو مش هتنفع معايا. ليه؟ لان طالما انا كتبت سويتش بورت ترانك فيلان 20 هيقلاو فيلان 20 بس مش 10 ولا 1، اخر اي دي اي انا كتبته، فمفترض اول واحد هو يكون معايا الصح. As a network technician do you know which are valid modes for a switch port used as a VLAN trunk؟ تمام، المفترض الفاليد مودز اما يكون اوتو تمام وده اللي هو ال دي تي بي، او اما يكون اون في النيجوشييت، وكذلك الديزايربل
اللي هو dynamic desirable. طيب بيقول لك هنا the network administrator normally establishes a telnet session with the switch from host A. حلو كده ماشي. خلي بالك ان هو على السويتش جاب لك شو اي بي انترفيس بريف فيلان 1، السويتش ده واخد في فيلان 1 وسويتش وهوست ايه واقع برضو في ايه في فيلان 1. تمام. بيقول لك however host A is unavailable the administrators attempt to telnet. بيقول the network administrator، حاسس الجملة مش راكبة، بيقول لك the network administrator normally establishes the telnet session with the switch from host A. تمام. however host A is unavailable. The administrators attempt to telnet to the switch from host P fails, but pings to other two hosts are successful. B يعرف يبنج على A، A عارف يخش على السويتش تيلنت، B مش عارف يخش على السويتش تيلنت. ليه؟ لأن أكيد أكيد B داخل من فيلان 32 وهيخش على الـ IP بتاع السويتش اللي فيلان 1 حسب ما هو موضح قدامك أهو في الرسمة. تمام. في الشو اي بي انترفيس بريف، فاكيد السويتش بي او هوست بي هيروح للراوتر والراوتر هيرجع على السويتش. تمام. السويتش لما يحب يرد المفترض يطلع الديفولت جيت واي بتاعته اللي هو الاي بي بتاع الراوتر اللي هو 172.16.172.19.1.254. فطالما بي مش عارف يكونكت على السويتش وبي عارف يكون بينج على ايه، فاكيد اكيد السويتش ده مش عارف الديفولت جيت واي بتاعته اللي هي فيلان 1، مش داخل عليه الامر اللي هو اي بي ديفولت داش جيت واي 172.19.1.254. فهنا بيقول لك هنا بقى ايه، السويتش نيدز ان ابروبريت ديفولت جيت واي از اسايند. Which three of these statements regarding 802.1Q trunking are correct? 802.1Q native VLAN frame are intact by default. المفترض ايوه. 802.1Q trunking ports can also be secure ports. لا. تمام. بيقول لك 802.1Q trunks can use 10 megabit per second ethernet interface. ايوه احنا اصلا في الاي او يو عملناه على ethernet interfaces. 802.1Q trunk require full duplex point to point connectivity. لا، لان ممكن اعمله على half duplex عادي. بيقول لك 802.1Q trunks should have native VLANs that are the same at both ends. ايوه تمام. بيقول لك all ports، بس قبل ما نشوف السؤال هنا show running config على switch A interface 0.24 switch port mode access. تمام. طب هنا 24 switch port mode access، يعني هنا وهنا على mode access no IP address. المفترض كده ما يحصلش communication، بس ماشي نشوف المشكلة بقى اللي بيقولها. all switch ports are assigned to the correct VLANs but none of the hosts connected to host A can communicate with hosts in the same VLAN. can تاني but none of the hosts can connect hosts connected to host A can communicate with hosts in the same VLAN connected to host to switch B. يعني من 10 مش عارف في بينج على 10 اللي على من host A على هوست على سويتش بي. اكيد المشكله عشان ان فاصله تنزل سلاش 24 اللي هنا وهنا مش ترانك، دول اكسس، فلازم يتعملوا ترانك. بيقول لك ذا اكسس لينك نيد تو بي كونفيجر ان مالتيبل فيلانز. لا، ذا لينك بتوين سويتشز از كونفيجرد ان ذا رونج فيلان. لا، ذا لينك بتوين ذا سويتشز نيد تو بي كونفيجرد از ترانك. ايوه. Refer to the exact. بيقول لك a technician has installed the switch P and needs to configure it for remote access from management workstation connected to host A. تمام. الراجل ده عايز يخش على هوست بي على سويتش بي. تمام. فلازم السويتش بي يكون عنده ايه، اي بي في الفيلان، يعني انترفيس فيلان مثلا 1 او 10 او اي فيلان، وياخد اي بي وكذلك ادخل عليه امر الاي بي ديفولت داش جيت واي. فبيقول لك which set of commands is required to accomplish this task. اي بي ديفولت جيت واي 192.168.254 انترفيس فيلان 1 اي بي نو شت داون. المفترض الاجابه دي هي الصح، لان تحت هنا كاتب اي بي ديفولت داش نتورك، دي مش معايا، وهنا انترفيس فيلان 1 ومدي اي بي هنا وبعدين اي بي داش ديفولت وحاطط السبنت ماسك. لا، انت بتكتب الاي بي بتاع الديفولت جيت واي بس من غير السبنت ماسك. شوف هو بيلعب معاك ازاي، وده برده مش نافع لان كاتب اي بي راوتر. لا، دي مش معايا، وفاصل تنزيل سلاش 1 وتحتيه اي بي ديفولت جيت واي. لا، دي مش معايا. انترفيس فاصل تنزيل سلاش 1 اي بي ديفولت جيت واي. لا، برده دي مش معايا. تمام. بقى هو اول واحد اللي صح. In an ethernet network under what scenarios can devices transmit
when they receive a special token. لا when the when there is a carrier. لا برضو بيقول لك when they detect no other devices are sending. ايوه يعني ما ينفعش طالما في نفس الكوليجن دومين يا جماعه، ما ينفعش اتنين يبعتوا لبعض الا لما يكون لازم يعملوا ديتكت، ولازم يعني يستكشفوا ويتاكدوا من ان اللينك اللي ما بينهم مش مستخدم او مش عليه رسائل ماشيه فيه، خصوصا لو اللينك ده هاب دوبلكس. وين ذا ميديم از ايدل، ايوه برضو ده معايا. في المحاضرة النهاردة حلينا تشالنجينج لاب 7 وكذلك التشالنجينج تيست. أنا أعتبر خلصت، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.